لا جلسة مجلس النواب لهذا اليوم ينضم معنا مباشرة مراسلنا من هناك سرمد فاضل، أهلا بك سرمد. ما أبرز القوانين المطروحة للنقاش في جلسة اليوم؟ تفضل. يقرأ مجلس النواب اليوم تقريرا، تحديدا لجنة الأمن والدفاع تقرأ تقريرا بما يتعلق بالحوادث الأمنية الأخيرة. من المفترض كان أن يقرأ هذا التقرير بالأمس بعد أن نوهت له اللجنة قبل يوم أو أمس الأول، قالت بأنه سيكون هناك تقرير، لكن بالنهاية لم يقرأ بالأمس. على أي حال، الفقرة الأولى من جدول أعمال اليوم هي ما يتعلق ب تقرير لجنة الأمن والدفاع فيما يتعلق بالحوادث الأمنية، إضافة إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول الضرر الذي تعرض له أهالي القرى الواقعة شمال ناحية ربيعة في نينوى، إضافة إلى أنه عدة فقرات تتراوح ما بين مقترحات قوانين قراءة أول وكذلك قوانين انضمام لعدد من الاتفاقيات، من بينها اتفاقية باريس الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وجملة من البروتوكولات. على أي حال، يقرأ المجلس النواب اليوم القراءة الأولى لقانون حماية التنوع ومنع التمييز مقدم من قبل لجنة حقوق الإنسان، وكذلك القراءة الأولى لمقترح قانون مناهضة التعذيب. هذه ربما أبرز ما في الجدول. إذا ما استثنينا هذه القوانين، إذا كانت هي مهمة طبعا بطبيعة الحال، نجد أن الجدول الأعمال خالي من المضمون على اعتبار أنه لم يتضمن أغلب ما تريد الكتل، ما هو منتظر من المجلس. نتحدث عن قوانين خلافية معلقة، يتوصل مجلس النواب شيئا فشيئا إلى تفاهمات حول قانون محكمة الاتحاد، لكن هناك من يسجل ملاحظات على هذا القانون على اعتبار أنه كما يقول هو غير ملائم أو فيه ما فيه من بنود يعترض عليها. تحدث عن كتل سياسية، تحدث عن نواب لطالما قالوا بأنه المسودة الحالية، أنا أتحدث فقط كمثال لا أتحدث عن الحصر فيما يخص القوانين المهمة، لكن أتحدث عن قانون المحكمة الاتحادية الآن ينضج يعني مجلس النواب هذا القانون من أجل التمرير، لكن بالنهاية هناك جملة اعتراضات طيب سجلت سرمد عليها. أين وصلت المباحثات بشأن قانون موازنة 2020؟ هنا في مجلس النواب فيما يخص الكتل، أتحدث تحديدا عن الكتل الكردية وما يقابلها من المعترضين، أتحدث عن جانب النصر الذي وكذلك نواب في الجمالية قالوا بأنه ستخفض نسبة الإقليم أو ستبقى عند 12% لا أكثر. عمليا المالية، وزارة المالية الآن تدرس القانون أو تصيغ القانون من أجل إيصاله إلى مجلس النواب. نتحدث عن تقريبا 3 أشهر من أو 3 أشهر لوصول هذا القانون والتصويت عليه وإقرار. الآن في اللجنة المالية هناك اجتماعات عدة من قبل الكتل وكذلك نواب عن المحافظات المستعادة من داعش وكذلك محافظات الإقليم، كذلك محافظات الجنوب، اجتماعات دورية بينهم وبين النواب في اللجنة المالية من أجل الوصول إلى صيغ تضمن على الأقل حصصهم في الموازنة. لكن بالنهاية نتحدث عن نسخة إلى حد ما شبيهة بموازنة 2019 من ناحية أبواب الصرف، من ناحية المبالغ، من ناحية العجز، من ناحية حصة كل المحافظات. فبالتالي هناك تغيير طفيف من المتوقع أن يحصل في هذه الموازنة، فقط نسبة الإيرادات ربما تختلف، أبواب الصرف إلى حد ما تختلف، لكن بالنهاية هي كما قلت هي شبيهة بموازنة 2019، لا تختلف كثيرا عنها ولا تختلف بالمجمل إلا ما خلا بضعة فقرات. هذا ما أكد نواب لي الرشيد بأن الموازنة القادمة تشبه الموازنة الحالية. لكن على صعيد الاعتراضات، على صعيد تسجيل الملاحظات من قبل الكتل، الآن كما قلت يجري تدوين الملاحظات، تجري اجتماعات من أجل تثبيت النقاط الأساسية للكتل التي تريد حصة أو حصص لمحافظاتها، وتحديدا محافظات الإقليم. الآن بدأ كلام بأنه الإقليم أو نواب الإقليم يحاولون زج الملاحظات أو على الأقل تثبيت النسبة أو استباق التصويت على الموازنة واستباق المشكلات التي تحصل عند كل مرة يصوت فيها مجلس النواب على الموازنة. نعم، وبالتالي استباق كل هذه الفعاليات في مجلس النواب والدفع باتجاه الملاحظات التي لديهم. ذكرت أنه قانون المحكمة الاتحادية لم ينضج أو ربما في طور النضوج. طيب ماذا بشأن القوانين المهمة التي لم ترى النور، مثل قانون النفط والغاز وأيضا قانون الخدمة؟
قانون مجلس الخدمة الاتحادي يصطدم بالخلافات كما هو قانون النفط والغاز. قانون النفط والغاز يعني خلاف أصبح إلى حد ما كردي أو لنقل بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم. جوانب هنا تدفع باتجاه تمرير القانون، لكن بالنهاية نتحدث عن قانون ينظم العلاقة، ينظم طبيعة تصدير واستيراد النفط والمشتقات وما إلى ذلك، إضافة إلى معرفة ما لدى الإقليم من مخزون من طاقة يعني استخراج نفط وبيع عن طريق سومو وما إلى ذلك. هذه الخلافات هي ليست جديدة، لكن نتحدث عنها ضمن إطار قانون. هذا ربما يدخل البرلمان في موجة خلافات أو دوامة خلافات جديدة، على اعتبار أن أولا القانون لم يقر منذ دورات ماضية. يعني تقريبا كل القوانين سرمد، كل القوانين لا تستطيع المرور إلا بالتوافق السياسي. نعم إيناس، لا تستطيع المرور إلا بالتوافق السياسي. لو حصرنا عدد القوانين التي أنجزت داخل مجلس النواب من الناحية المهمة، نتحدث عن موازنة 2019، قانون انتخابات مجالس المحافظات، وكذلك الموازنة الحالية. يعني ربما هذه أبرز القوانين خلال عام من تولي السيد محمد الحلبوسي رئاسة المجلس، من عام على الحكومة، لكن الحكومة بالنهاية هي بعيدة عن هذا الموضوع، هي تدفع فقط باتجاه تمرير قوانين ترسل حزمة من القوانين بما يتناسب ويتوافق مع طبيعة البرنامج الحكومي. لكن نتحدث عن الجانب التشريعي. الجانب التشريعي اكتفى حتى هذه اللحظة اكتفى بقانونين مهمين على صعيد التصويت. بالأمس أيضا قانون هيئة التصنيع الحربي أو هيئة الصناعات الحربية، هذا قانون قالوا بأنه سيسهم كثيرا في رفض المنظومة العسكرية والأمنية بمزيد من المواد المصنعة هنا داخل العراق. لكن نتحدث عن قوانين مهمة بوزن موازنة، فقط موازنة 2019، قانون انتخابات مجالس المحافظات، والموازنة الحالية حتى هذه اللحظة لم تمر، ربما تجلب معها كثير من الخلافات إلى أن تمر، ويتوقع أن تمر، لكن بكثير أيضا من الخلافات والتجاذبات السياسية التي نشهدها عادة. نعم سرمد الفاضل، مراسلنا من داخل مجلس النواب، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.